بعد اش بغيتي؟ سيد المقلامة، من عندك ابراهيم شي ستيلو زرق زايد عقلي مكتبي. ابراهيم ماشي مكتبة، هاتي ستيلو. راه المكتبة راك عارفة، سيري جيبي ستيلو. ميري شحال مسموم وزيادة. مالك عاوتاني اش كاين؟ صباح هذا ما كاين والو وزيادة. سيد المقلامة مالك هاد راس العجل، ما بغيتي قاع تشتادي وتزيدي القدام وتبقاي تجيبي ادوات؟ اش عندي لك انا؟ اش عندي لك؟ والو وزيادة، ما عندك شي ستيلو زايد؟ انا مشبي الله يحفظك. هاك يا ستيلو وتلفي تعال. شكرا يا وزيادة، شكرا، ميرسي بوكو، شكرا. ادوات مبقاتش كتجيبها، الله يستر. ايه هاي عطاتني وسط السيلو المسموم. واش انت كتقلبي عليا هاد النهار هذا؟ وبعدي مني راني ما فاطر ما ناعس ما والو، بابا يجيك حب واش دابا يتا تشخر وفوتيني عليه. خلاتيني يا ابراهيم تسيي. هو غادي يلا نتابعوا لهنا، غادي نخدموا هاد التمرين اللي عطيتكم، وانا غادي نمشي عند استاذه فاطمه الزهراء ناخذ من عندها شي حاجه. ما نبغيش الحس ديالكم يتسمع، واللي دار شي خطا في هاد العمليات غادي نعطيه عقوبه. سمعتوني؟ حاضر استاذتي. يلا انا مشيت. ناري التمرين ما عرفت كاع منين نبدا، مصيبك حلاتي. والله التمرين جاني ساهل. اه بصح هذا هو اسهل تمرين. ابراهيم وناري التمرين شحال صعيب. ويلي شحال صعيب التمرين وناري، والسيده طولت هذيك العمليه الاولى ما عرفتش كاع منين نبداها. ويلي كتبنا الارقام بزاف وكيدوخو وكيتشابهو. ميساء واش اجي نقولك شنو غديري؟ انت يا ميساء غتنقلي من المهرام، وهاداك الشيء اللي نقلتي غتعطيني انا نقلو. ايوا صافي، شي نقل من شي، كوني شويه ذكيه يا ميساء، خدمي عقلك. بهادي خدمتي ولي نيرك عفريت. نجلاء 970 مقسومة على 30 كم تساوي؟ 32.33. حسن جدا نجلاء. ميساء 420 مقسومة على 90 كم تساوي؟ خدمنا على راسنا بالعمى.
انت انا وميساء راسنا كل واحد خدم بوحدو حتى واحد ما نقل من الاخر. قولي يا بنتي نجلاء، واش بصح ميساء خدات المريم الدفتر ديالها ونقلات منه؟ استاذه خدات الدفتر ونقلات منه هي وابراهيم. اييه ميساء ابراهيم، هاد الهضره كنوجهها لكم نتوما بجوج، جدول الضرب من 1 حتى 11 غادي نجيو كاتبينه 100 مره وحافظينه، وغدا غادي نجيو تعرضوا عليا وتكونوا كاتبينه 100 مره، واللي ما كانش كاتبه ولا حافظه غادي يتحمل على رجلي باش تعلموا تنقلوا. غنقى علينا الغشاشين. 100 مره ناري ناري كحلتها. ناري ميساء مسكينه سخفات، شتي يمكن حتى مشى على راسو شنو كيوقع فيه.